هنوعدكم مشاهدينا مع عيد سمارت، واليوم مع رندا فهد، واليوم عندنا رابح او رابحه بالمسابقه. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. ولا اليوم عندنا رابح ستيفاني. اها زبطت اخيرا. ايه، لانه بتعرفي وقتها يكثر الاشخاص، مثل ما كنا عم نشجع هالاسابيع، يعني كانوا بس البنات كانوا عم يجاوبوا رجال، بس بتعرفي هو بالسحب بيصير مثل كانه بالقرعه، يعني وقتها يكون في عدد قليل من الرجال، فبالطبيعه انه القليل انه يكون عم ينسحب اسمهم. رابع عنا هو الي الحلو اللي فيه يتصل بمطابخ باري لايت من هلا لخلال اسبوعين اكيد ليستلم اكلاته من هنيك. وكان السؤال اي فيه اكثر بوتاسيوم، هل هو الخرمه ام الرمان؟ والخرمه فيها اكثر بوتاسيوم. هلا عندنا سؤال جديد اللي هو اي فيه دهنيات مشبعه، زيت الزيتون او زيت الكانولا؟ رح تتفاجئوا انه زيت الزيتون في دهنيات مشبعه، زيت الكانولا بنخمن نحن انه ما فيهم. اثنيناتهم هيلثي. اثنيناتهم هيلثي، ولكن اثنيناتهم فيهم دهنيات مشبعه. فبدنا نعرف اي في اكثر، واكيد رح تبلشوا من اليوم تجاوبوا على فيسبوك بيج ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر من هلا لا مش اسبوع الجاي. الاسبوع الجاي انا ماني موجوده، عم رايحه للكونفرنس بامريكا، فالاسبوع اللي بعده نحن رح نعلن اسم رابح او رابحه. Very good. خبريتي. خبريتك اليوم. خبريتي اليوم كمان بسياق مرض السرطان، كمان حبيت انه القي ضوء على خبريه ثانيه، وبخبرنا اليوم هن شو هن الاشياء اللي نحن او العالم بتفكر عنها خلص 100% اشياء بتعمل امراض سرطانيه او ما بتعمل ابدا وماشيين فيها مثل كانها ترند منا حقيقه. اول شغله، الاشخاص اللي بيفكروا انه مرض السرطان هو مرض وراثي فقط وما علينا نعمل شيء تجاهه، انه شو ما عملت ما انا رح اورث هيدا المرض، اكيد بدنا هون نشجعهم انه هالشيء غلط. بالعكس، اذا بعرف انه هو وراثي علي اكثر كون عم بشتغل كرمال الوقايه اللي نحن دائما عم نحكي عنها. الشغله الثانيه اللي كثير المعتقد انه ابدا ما بدي اكل صويا وتوفو وحيلا شيء، والميزو حيلا شيء من مشتقات الصويا، لانه هي بتسبب مرضان الثدي، سرطان الثدي. انا اللي رح اقول لهم هون من وراء الدراسات انه صحيح هو في فايتو استروجينز، اشياء بتشبه الهرمونات النسائيه بقلب الصويا، ولكن تبين بدراسات انه 100% اذا تناولنا حصه او حصتين من الصويا بالنهار هالشيء ما رح يزيد من نسبه تعرضنا لسرطان الثدي. نرجع على الكوانتيتيز، دائما الكميات اهم شيء بالاخر. واخيرا انه الرياضه، الرياضه كثير بنعرف انه هي منيحه، منيحه للقلب ومنيحه انه بتحافظ على الوزن، ولكن لازم نعرف انه الرياضه كمان متعلقه بالامراض السرطانيه. الرياضه بتمنع عنا انه يصير في التهابات بالجسم، وبتريحنا، وانه تريحنا وتمنع هالالتهابات، هيدا الشيء كمان بيكون عم بيساعد ضد الامراض السرطانية. فإذا نحن هون ما بدنا نمشي بمعتقدات خاطئة، بده يكون كل شيء واضح لنا، نكون عم نهتم بصحتنا من خلال الرياضة، من خلال الرياحة اللي لازم يكون في أوقات للرياحة بحياتنا، ومن خلال تناول الأكل المضبوط، ومثل ما قلنا قبل المحافظة على الوزن وتخفيف جسمنا يكون فيه دهنيات. Very good. خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي يلي هو بيتزا يلي بيحبوه الكبار والصغار. بدك تحكينا شوي عن أنواع البيتزا، أكيد اللايت المش لايت وإتسترا. أول شيء نحن وعم نحكي شفت فرجينا هيك شوي الاستوديو، كأن أنا بدي أقول ألف مبروك لإم تي في، لاستوديو إم تي في ألايف، هيك عم بالتجديد اللي هو دايما عم يصير عنا. هذا شيء التجديد حلو، بزيد فرحة. أكيد. كمان بدنا نحكي عن البيتزا. هلا انا شو عامله اليوم هون؟ حاطه اسئله العالم بتسالها وعم حاول جاوبها بموضوع كثير بسيط. اول شغله انه بيجي اشخاص اللي هن بدهم ياكلوا جلوتين فري، واول سؤال بيكون انه انا جلوتين فري دايت هل في اكل بيتزا؟ هلا بالمحلات العاديه رح اقول لكم انه لا، لانه العجينه بطبيعه الحال هي معموله من قمح اللي هي جلوتين، واذا بناكلها مع اللحومات المصنعه اللي هي معقول يكون فيها موديفايد ستارتشز اللي بنحكي عنها دائما، اللي هي معقول يكون فيها جلوتين، فبهالطريقه اكيد لا.
ولكن صار في انواع بيتزا بتنعمل للعجينه من الرز من البطاطا، بنعمل من البكويت العجين، بنعمل من الذره، هيدا كله بيقدر واحد يكون عم يستعمله ما بيكون فيت له، او الكينوا او حتى من الفاصوليا. فهيدا كله بنقدر نكون عم نستعمله، وهيدا موجود صار بالسوق، فينا نكون عم نعمل البيتزا منها. حتى فينا نحن نشتري التورتيا الكورن اللي معموله من ذره، يعني شقفه الفلات بريد، نحط عليها صوص طماط وجبنه، نعمل عليها صوص، بنحط الجبنه ونحط الخضره ونعملها بيتزا عنا. فبهالطريقه اللي بياكل جلوتين فري بيقدر ياكل بيتزا، وخصوصا اذا كانت هوم ميد. هلا من ناحيه ثانيه السؤال هو هل هالبيتزا بتحتوي على دهنيات؟ وطبعا هون عندنا انواع من البيتزا، انواع البيتزا اللي بتحتوي على كثير دهن، وانواع البيتزا اللي بتحتوي على اقل دهن. هلا كل ما كانت البيتزا مثل فيها لنقول بقلبها الحشوه معبايه جبنه، اكيد الدهن بيزيد. كل ما كانت هي فيها جبنه كذا نوع اكيد بيزيد، وكل ما يكون فيها كمان لحمه بيزيد الدهن فيها. هلا الأخطر شيء بالبيتزا هي كمية الملح اللي فيها. فإذا نحن هون بشقفة بيتزا كبيرة اللي نحن بنحكي عنها، شقفة كبيرة منا صغيرة، هلأ اليوم رح فرجيكم البورشنز كمان. هذه الشقفة الكبيرة فيها خالصة فيها توصل لل 2200 ميلي جرام من الصوديوم، اللي هو أكثر من نحن شو لازم ناكل خلال النهار. خلال النهار هي من قطعة واحدة، فإذا أكثر خطر بيجي منها. شغلة تانية بدي أقوله من الخطر التاني هو saturated fats. فنحن كنا عم نحكي على الدهنيات هون، بس لأعطي فكرة أنه عندي التشيز بيتزا القطعة فيكون فيها 18 جرام دهن، وبيكون فيها تقريباً 4 جرامات دهنيات مشبعة. إذا حطينا عليها لحمة صار في عنا 21 جرام فات، والدهنيات المشبعة صاروا 7.5 جرامات. فإذا هون عندي دهنيات مشبعة كتير كبيرة، خصوصا وقتها يكون أنا عم حط فيها اللحومات اللي حكينا مبارح مطولا عنهم عن مساوئ. صح. فإذا هيدي البيتزا بدنا ننتبه لها. طب شو هي البيتزا اللي نحنا فينا ناكلها؟ هلا جايبه هون انواع واحجام من البيتزا اللي محضرين عنا بمطبخنا. اول بيتزا بدي احكي عنها هيدي البيتزا اللي هي فيجيتيريان بيتزا. فاذا نحن رح نفرجي هون، فهد اذا بتفرجينا الفيجيتيريان بيتزا، اولا بنشوف انه هي معموله من التوميتو صوص، بنشوف انه حنفرجيها هون، بنشوف بدي فرجي الحجم اكثر شيء. بس هالقد هيدي البورشن؟ هيدي لا لا، هيدي سلايس. انا رح احكي عن السلايس ونشوف كل واحد كم سلايس بده ياخذ. فاذا هون شفنا عندنا الكوسه محطوط فيها، هولي كوسه محطوط فيها الاسبرج، محطوط البندوره طبعا، ومرشوش عليها الجبنه. هلا ومثل ما شايفين كمان العجينه هي عجينه رقيقه وسمراء فيها الالياف، مظبوط، القمح الاسمر. هلا وقت نحكي عن هيدي البيتزا، هيدي البيتزا فيها فيتامين اي، هيدي البيتزا فيها فيتامين سي، صار في هون شويه فيتامينات بقلبها، صار فيها هون بوتاسيوم، فاذا اشياء نحن بحاجه لها. هيدي بيتزا فيها جبنه، وهون حاطين نحن الجبنه اللايت، فاذا بالجبنه اللايت هون كمان خففتها اكثر واكثر، فهيدي بيتزا كثير خفيفه. هالفيجيتيريان بيتزا هالقطعه فيها 144 وحده حراريه، طبعا هيدا منه غدا كامل، نحن هون غدينا لايت هو 3، بيكون غدا لايت. هون فيها 3 جرامات فات، وفيها جرامين فاصلة 8 من الالياف، فاذا كمان هون لانه عملناها سمراء فيها الياف. رح فرجي هون بورشن ثاني. هون وقت تكونوا عم تاخذوا هيدي البيتزا اللي هي هالقد، نحن بناخذها بوشيات، هاي البوشيات فيها 17 جرام من العجين اما النشويات. بالبيتزا اللي فرجيتها قبل هي من قد قبعه خبز الأبعى الصغيرة، هون 17 جرام. فإذا هيدي وهيدي هي البيتزا حاطين لها سي فود، فبدل ما أنا أحط الجبن اللحمة المصنعة، في حط القريدس، في حط السمو، في ماء، هولي كلهم كثير طيبين عم يكونوا فيها. الأنشوا دائما عم يكون فيها أشياء كثير طيبة وكثير صحية. وأخيرا هاي البيتزا العادية
بس بدي فرجي حجمها بالوقت اللي عنا إيه. هيدا حجم هو حجم من قد أبعد خبزة قمحة كاملة، يعني بتعطينا هون تقريباً 30 جرام من النشويات. يعني وقت أنا عم أقول بدي أكل حصة نشويات هي وحدة، الإنسان اللي الظهر بحق له 3 حصص نشويات بياخد 3 شقف، والتوبينج تبعها هو البندورة الكتير صحية والجبنة. فلأختم ستيفاني، البيتزا تبعونا فيها تكون مش صحية أبداً وفيها تكون كتير صحية، فكل شيء نحن فينا نحوله لصحي ونكون عم ناكله ونكون عم ننبسط فيه. ثانك يو رندا. هلا مشاهدينا، بنشوفك بكره الله رد. مشاهدينا وقفه متابعه لك.